تلخر في كل واحدة. مالك 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 تضحكي؟ يلا قربي لفمك وكمل. لا 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 ريح. من فتي تمرة نفتي دم نفتي دم مش حسيتي مثلا تقراي وين عادي واخا شنو المشكل ديالك؟ المشكل عندي حتى مشكل. دابا انا عندي وسواس. سي نورمال كيجي اي واحد في الوضوء. دابا سي نورمال شكون غيحدو واش نورمال ماشي نورمال؟ اه انت ها الله يرضي عليك رحمه الله عبد العريف قدره ماشي انت اللي غتحدي واش نورمال ماشي نورمال. يعني الوسواس ماشي نورمال. الوسواس حاجه خارج العاده. علاش انا ما عنديش وسواس؟ علاش انت ما عندكش وسواس؟ علاش هي لا؟ علاش انت؟ لا بصح اذا ماشي الوسواس ماشي نورمال. واخ بداي ليا دابا انا راه نسيت شنو داز راه من شهر 8 من شهر 8 وحصه ما كانش ديال اختك. شنو كان وقع داك المره فاش هذا كان وقع لك تنمل ولا شي حاجه وقعت؟ لا انا ديجا بعدا ما كملتيش الحصه بديتي بالتكركير ونطي من البيت. انا عاقل دائما تجيك الضحكه في الرقيه. انا ديما عندي كتجيني الضحكه ديما كتجيك الضحكه
وكنت كنا بلا بالبكير ديك الساعه ديك الساعه عادي تقدر تبقى تضحك وكتبكي اون ميم طون ياك وي والوسواس كان فيها قبل دابا على الوضوء وقبل كان فيها على الشقاء ودابا باقا الشقاء اي حاجه تكون غير انت راك تبانك عاديه وهي لا ما بيناش لها عاديه كتكون جالسه ضربه يلاه مخملين يلاه كلشي كنت كتنزعو ثاني بغيت تخمم ناقصك تمارا سموت على الشقاء ودابا جا الوسواس على الوضوء اشنو تيوقع في الوضوء مثلا شنو وين دابا داني في الدار دلخل درب داني كنت عادي دخلت متوضع عادي كنقول كنشوف داك كنقول الماء ما داش من خاص يدوز من هنا صافي بقيت بحال هكاك شي ساعتين ولا ثلاثة سوايع انت في الوضوء ما عندك شغل ما عنديش جاء هكذاك باقي دابا عندي فيه مشكل وانت دابا كتحسبوا بالجهر كنحسبو بالغ بهاد كتحسبي الوضوء بالجهر كنعاود انت راه كتسمعها وكتفكر فيها الوضوء الاغتسال كبير علاش كتحسبو ماشي انت اشياء كتجي كتسولك كتقول لك واش هادي كتبطل الوضوء قول لي امتى كيتبطل الوضوء قول لي امتى واش الا كنت كنتفرج لا صافي داكشي صافي حيت فهمت ما صافي إلا كنت كنتفرج واش حيت انا بديت السيريه على داس قدامي شي حاجه ماشي هذيك واش انا دابا ملي انا دخلت انا ملي دخلت ايوه لقيت اي حاجه حرام واش فهمتي من تما دخلني هذا الوسواس كيفاش اي حاجه حرام اي حاجه الا شفتي فيلم الا اي حاجه حرام واخا نقول ها اي الا تفرجتي فيلم حرام لا ودي لا الا تفرجتي حرام هذا الافلام الله لا عنها الا تفرجتي فيلم حرام هادشي لقيتي في جوجل وشنو علاقته بالوضوء يعني؟ ما كنتش فاهمه داكشي اللي من بعد سولته. يعني كان عندك اسئله عاديه في الاول. الى شفت واحد الحاجه واحد الفيلم وهو محرم اذا تبطل الوضوء. هذه هي الغلاسيون اللي درتي انت. انا ما كنتش عارفه شنو مبطلات الوضوء اكزاكتو. واخا هذا ماشي مشكل، هذا مشكلته مشكله فقهيه. ولكن ملي تتنوضي انت تتوضي تتبقاي تعاودي الوضوء تعاودي الوضوء تعاودي الوضوء ساعتين وانت في الوضوء راه ما يمكنش. فوالا. وانت وني تتعاودي الوضوء كتبقاي مرتاحه انت وكتعاودي الوضوء مرتاحه هكاك مع الله يعني دابا انت من شده الحرص ديالك على العباده ديالك تديري هكا ولكن انت حريصه على العباده وما عرفتيش بلي الله تعالى راه يتجاوز ربي تعالى راه والو عيت ما دخل دماغي شي ملي كندخل نتوضا كيوقع لي اذا انت واعيه عارفه بلي الله تعالى ما تيحكرش عارف ياك اذا انت كتدخلي الفكره والفكره كتخرج كتخرج مايمكنش تقرا دابا السؤال خارج دخلتي الفكره الفكره خاصها تدخل بوحدها ولا خاص شي واحد يدخلها الفكره كتدخل بوحدها ولا خاص شي واحد يدخلها كتدخل بوحدها كندخلها بوحدي مع راسي انت اللي كتدخليها اذا انت لان القاعده اش كتقول لك لكل سبب مسبب الى هذا تحط هنا واش تحط بوحدو لا شكون اللي يحطو شي واحد حط التليفون هنايا نط غدي ترجعت ما لقيتوش شكون السؤال اللي غنحط نطرح شكون يهزو لكل سبب مسبب فكره تحطات في الراس شكون حطها انا اللي دخلتها خرجات سؤال شكون خرجها جاوبيني انت شنو دابا انت دخلتي الفكره ديال ان الله تعالى يتجاوز وانه ما خاصنيش نحكر وكذا ياك الفكره كتخرج انت محيدتيها الفكره كتخرج شكون حيدها يعني حد اللي تسبب في انها تحيد من الدماغ يلا جاوبي دابا واش فهمتي هو اللي علاش كيسولك اكزاكتومون دابا خاصني انت في راسك دابا ما خرجتيهاش كتخرج بوحدها كاين شكون اللي خرجها شكون لا هي عاقله عليها هي عارفاها شوفي وانت تتوضاي راكي عارفه بلي الله تعالى ما تحكرش للدرجه عندك اليقين ومع ذلك تستمرين ومع ذلك تجلسي في الوضوء ساعتين والو يلا كي كنسالك كنت كتبكي وكتغوت كتبكي تتغوت كتغوت وقعت لي غير ايوا الهلا يزيد كثر ما ماتش غيخرجوا من سيرناتو شنو وقع لك بالضبط جوج مرات شنو وقع لك بالضبط جوج مرات والو كنت كنتوضا ما بغاش ما بغاش الوضو يكمل ما بغاتش تستوعب انها راه توضات مزيان تبقى تعاود صافي ملي بقيتي تعاود عييتي وانت بدات تغوتي بدات تبكي دي سيتي كتغوت غير ما ملي تشتغلت ما
هذيك ما حسيتش بقيت كنغوت كتغوتي وانت ما عارفاش اصلا مناش ما عارفاش راسك تغوت ما عارفاش راسك كتغوت انا قلت عاصم معقلتش كنعاود 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 تعصبت اي متفق معاك راه العصب يديرها ولكن شنو خلاني انا اصلا نبقى نعاود راه هذا هو السؤال الجوهري منين جايه العله الاصل ما كانتش فيها بالعكس هذه كانت فيها وكنت كنقول لها راسها سبيبار نورمالمون كنديرو غير كنديرو غير مره وحده عرفتي وهي حتى في الصلاه او هكا في الاول فاش يلاه كانت كتعلموها كتصلي بشي طريقه ولا هكا كنهضروا حنا نبقاو نضحكوا كنقول لها امي ما خاصكش تصلي هكا وهي قابل مني ها لا شي هذه انا تيكم هي اللي طحت في صافي لخبطت غادي نصحها الا خطات غادي نصحح دابا راسي غنبيعها فين تغيرات 180 درجه من انها ما كتسوقش وكنقول له ني با لا يعني كتصلي عادي وتقدر دير اخطاء وتقول لك ربي تيقبل لدرجه انها كانت شحال هذيك كتقدر توضى بلا اظافر لا 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 شحال هذا لا ما كنتش عارفه انا ما كنتش عارفه من بعد ملي قلنا لها راه ميكروه ما يمكنش نصلي زعما ماشي لا ولكن هي شنو قصدات هي شنو قصدات قصدت انه ما كانش الحرص لا ما كان ما كنتيش عارفه ولكن ما كانش الحرص لو كنتي حريصه كنتي غتسولي ما كانش الحرص الان هذا الحرص ولا مبالغ فيه لانه انقلب الى وسواس ياك هذا هو المشكل اذا شكون اللي حيد لك هذه الفكره الفكره هي كاينه شكون اللي حيدها لك ما حيدتش باقا ما حيدتش الفكره ديال اليقين بان الله تعالى تقبل ما عرفتش ملي بديت كنقلب في جوجل هادشي صافي ولات عندي فكره اخرى ماشي طيش ولات عندي افكار اخرى اللي هي اي حاجه كتبدا والله اي حاجه كتبدا كثرت ما بديت كنقول ولكن انا الشيء اللي بغيت نعرف انا واش واخا هو جوجل فيه الغت وفيه السمين فيه وفيه ولكن انا ما عمرني زعما طحت في جوجل في شي مقال تيقول لك بلي اي حاجه حرام كتبدا الوضوء هذه لم يقل بها احد من اهل العلم البتة من بعد ملي بقيت كندخل كيقول لك هذا امام انا عرفت شي مالكي شافعي ما داكشي مخلط المذاهب ولا كل مذهب واش تيقول واش فهمتي انا ما كنتش متحلل المذاهب كاملين عندك القران كتعرف القران ولكن راه خلاوني ندوخ هاد المذاهب من هذا لهذا لهذا كيخليك تدوخ ما عرفتش انا انت واش دخلك هذا الشيء كامل انت سولي شيخ او عالم من صعيب دخلي اليوتيوب ما كنعرف حتى شي ما كتثقي حتى شي شيخ في التلفازه لا ماشي ما كنعرف حتى شي حد وزعما جوست زعما انني نقول شي حد ما كتشوفيش مثلا في دوزام في الجمعه في العشيه الشيخ مصطفى بن حمزه مثلا ما كتبغيش تبوح بهذا السر اللي هي فيه هذا الشيء اللي عندها واش كتتبع دابا لا كنشوف هذاك الشيخ كيدير نضاضر وسيم يوسف هذاك اللي كان زعما كندخل لكن فقهيا راه هو عنده شي حوايج وشي حوايج ما عندوش ولكن فقهيا راه كتلقاه عنده الجواب وكان تكلم هو على الوسواس وراه تكلم على الوسواس وتكلم بحاجه زوينه على الوسواس يعني لو رجعتي لكلامه كنتي غادي غير قرر داك المعلومه اللي ديجا عندك انت هو اليقين بان الله تعالى ما تيحكرش ولكن انا هذا الشيء خليته بحال نقول دخل لي العقل الباطن ديالي استقر تستقر عاد باش بديت كنقدر نقول لهم اش واقع لي ما انا كنت كنقول زعما غيفوت زعما عاد باش بديت كنقول لهم شنو واقع عاد باش هما بداو كيشرحوا لي دابا ديرنييرمون عاد باش وليت شويه بشويه داكشي كيمشي ولكن الوضوء ما بغاش يحيد ما بغاش كانت في الطوموبيل عند بابا و داكشي غير حاسه هي ضرب الباب مني هذا ويقول اويلي واش انا اللي ضربت الباب لا دابا انت شنو تديري تديري واحد الغلطه اختي اميمه انك تتعاني من حاجه وانت اللي كتحكمي عليها واش اه ولا لا هذه المره الثانيه تديريها لا هذا خطا تيوقعوا بزاف الناس تيفصل ويدقدقها بوحده لا ما يمكنش
صعب. وحنا يلا تنهضروا لي دابا هما لاحظوها وانت ضربتي يدك واش ملي ضربتي يدي لا حق العصب شنو اللي عصبت مثلا داك النهار شنو اللي عصبت؟ تفكر في الوضوء. ايوا شتي وحنا تنرجعوا للمشكل وشنو اللي خلاك اصلا تفكري في الوضوء؟ حيت كنت غادي نجي دابا انا واخا ضروري خصني نقول لك واحد الحاجه والله الا غتبقي تضحكي انا كنتوضى مره وجوج في النهار ماكسيموم جوج قسما بالله انا راه الوضوء واحد كنطلعو كنلاحظو تنقولو شنو المشكل منين يعني كنكون جالس مع الناس مثلا أو جالسي مثلا حصة هكا فيها ربعة سوايع ولا هدا صليم الدور سالي العصر غنوض كلشي تنوض الوضو تنقول واش موضي؟ اه موضي كلشي تعاود الوضو انا لا موضي علاش علاش ما غادي نفتح هذاك الباب ديال الوسواس ديال لا واقيلا راني ماشي موضي 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 صافي سالينا انا كتدخل ليا لدماغي بلا ما نقول بلا ما نعاود نتفضى كنقول صافي ضروري نتفضى واخا نكون عارف راسي راني موضي كاين مشكل هنا باقي كتبقاي طبيعي زرقين في لحمك؟ لا اخر مره لقيتيها شي جوج سيمانات وكتقول لي اخي وكتقول لي لا قولي لي لا راه باقي تلقاو اخر ما لقيتهم جوج سيمانات اه جوج سيمانات زعما من دابا جوج سيمانات بقيت لقيت لا 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 زيد كثر اللي حسات براسها بحال شي شويه بدات كترتاح واخا السيمانه قبل من هذه هي فاش كنوقع لها المشكل ديال الوضوء انا كنعرفها انا اللي حسبتو ليها خلي 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 ايوب خلي ايوب ايوب خلي ساشون كو انا دخلت ملي سمعتها واحد جوج ثلاثة واحد جوج ثلاثة حليت على هاد الباب قلت لها شوفي انا كنشوف لك غير في وجهك يعني امبوسيبل تبط لي الوضو المهم انا يا ربي تسمح لي تقدر تكون بصح تقدر ما تكونش بصح ولكن بغيت نخرج لا لا كاين شيء مبالغ فيه قلت لها شو راه حسبتيهم انا حسبت ليك دابا صافي هذه درتي فيها ثلاثة وراكي توضيتيها ندوز لي طاب لاخر كندوز لي طاب لاخر حتى هي كنقول لها راه حسبت ليك مزيان صافي ودارت توضات لوضو صغير ولوضو كبير ساشون كو هي راه مود ديال لوضو كبير وكتصلي وكلشي ما عندهاش علاش خاصني ضروري كنقول لي مين كتدخل ندوز ضروري خاصني نشد خاصني نشد الوضو الاكبر ما نديرش صافي سالينا انا يا نزلت مشيت شويه كتعيط لي ماما قالت لي راه ياكي حضرتي ليها توضات وكلشي مقاد وقلتي ليا كلشي مقاد لا قالت لي راه عاوتاني داخله كتوضى لقاتها عاوتاني حتى خرجات من الحمام ولبست عليها عاوتاني عاودت دخلات هادشي اللي رمضان قلتي اللي فات ياك اه رمضان هذا كان حتى الاخر ديال رمضان وحتى في رمضان اللي فات كانوا التصرفات ديالها مابقاوش هما هادوك ماشي زعما اميمه ديال عرفتي شوف دابا عرفتي نتوما اللي غادي تعطيوني التخفيف ماشي هي لان هي مقتنعه بلي راه ما عندها والو وبلي حنا دابا شادينا تنضيعوا لها في الوقت و نتوما تتخربقوا مع القران ولكن ما عندهاش مشكل مع القران كنقرا عادي من سوره البقره عادي عادي تبغي داكشي اللي كنت عطيتك كنت عطيتك شي حاجه اه قرات ديما كنديروا مع داك التحصين هذاك الشيء بالليل ديما كنديروا على داك التنس وكديري مع الفجر مثلا الفجر الا ملي كيكون غاده الخدمه كندير الفجر ما كاينش انضباط كاين فرق لا كنديروا ثلاثه المرات شي انا نعطيك واحد المثال ملي كيكون انا مثلا غليظ وبغيت نضعف خصني نتبع ريجيم الا بقيت مره ناكل المرقه واش غادي نضعف خصني انضباط الطبيب شنو كيعطيك مع العشرة تفاحه مع الربعة كيويه بالوقت الا ما انضبطش مع الوقت ما كنوصلش لذاك الشيء لان الجسم عنده افرازات عنده اشياء اللي هي بيولوجيا اشياء اللي هي فيزيولوجيا خصها تتماشى مع داك النظام نفس الشيء الا كنت انا غندير الاذكار حتى نمشي واحد المره راني غنكون غادي في الطريق راني كنهضر مع شي واحد راني شاد التليفون راني نسيت ما درتهمش وانا هذاك ما درتهمش راه طبقاء اللي وقع غتتشوم غير نهار طبيعي ماشي غير نهار غير مره ماشي نسيانه الا نسيتي ربي تيعوض ولكن اهمالا لا اهمالا لا اهملت صبحت ناعس ضيعت الفجر ضيعت اذكار الصباح اذكار المساء اذكار النوم راتي الجين راه يدير ماما وهذاك التقطيع في البرنامج تيعطيه مناعه ماشي ما كيضعفوش تزيد يقوي هذا هو المشكل
داك التقطيع ما خدام شنو كنت عطيتك انا تحصين واش من غير التحصين صوره النور النور عطيتك صوره النور كنت ما كنتيش من بعد ما كنتش قريب تبعتيها حتى 3 سيمانات تقريبا في الاول كنت متبعه من بعد 3 سيمانات هكا لا لا كثر من 3 سيمانات زعما ملي كنت كنقول خمسة سيمانات خمسة سيمانات شنو القرار ما كانش هما اللي خارقين تي يوم ولا انا كنتبيت انا كنشوف فيه هي صورة البقرة فاش دار لي رمضان كنت قلنا لك هاجي دابا البقرة هذه 3 سيمانات ياك باش بغيناك تجي عندنا كان قال لي ايوب راه زعما خاصك تداومي على صورة البقرة هاد لا سيمين باش زعما باش توجد باش تعاوني ايوا داومت عليها لا سيمين الاولى لا سيمين الثانية قريها غير سيمانة قال لها قرايها سيمانه لا هو قال لي قرايها سيمانه على اساس اني غنجي بعد اسبوع ولا تي قريتي لا ومنين انا شفت بعض الناس كيديروا شي تصرفات بحال واحد المره هاكم تبع معنا تكلم غتبعوا 10 ونشوفكم بعد شهر انا ما كانش عندي الوقت شفتو لنا بعد شهر ونص ديك 15 يوم حبسوهم البرنامج لا قلت لنا غير شهر على اساس غنشوفك بعد شهر بقيت تبع حتى نشوفك خاصك تعرف لا غيزون هي باقي غير هذيك الساعه لان دابا هي هاد لي دو سيمين ما كانتش عارفك صراحه جاي ما قلناهاش لها لان هي كانت رافضه تماما انك تجي ماشي هي قلت لها على القران عندي زعما بحال هكا زعما ما عندي والو جو فوق كيما عاوتاني المره الثالثه انت اللي كتحدي واش عندك المره الرابعه غير كانت الثالثه صافي من هي قلت لها قالت لي جات عندي قالت لي واش دابا انا نبقى نقرا في الصوره الرابعه قلت لها قلت لها بقيت قرايه زعما شنو المشكل الا قدرك الله الله يسمح لينا حنا ما كنديروهاش واللي قدر الله دارها زعما عندك فيها غير الاجر ما عندك فيها حتى حاجه قالت لي لا انا عندي فيها الاجر وكتعجبني وكنقراها دغيا ما عنديش فيها مشكل ولكن انا وليت خايفه عاوتاني وقع ليا فيها بحال ما كيوقع ليا في الوضوء نولي نقول لي الا ما قريتهاش اليوم ناري درت عاوتاني ناري هادي ناري فهمتي خاصني نقراها واخا كنكون عيانه الا كنت غير مريضه وتكيت هكا غادي نمرض كثار مني غادي نفيق براسي ما قريتهاش قالت لي ما بغاش ندخل لراسي هاد سميتو زعما نقراها وانا عارفاها ماشي اوبليجي انني نقراها اما انا درت فراسي انها مفروض عليا نقراها غادي نمرض دابا فرضا جن ماشي جن انت كتكري واحد المشكل عندك فراسك انت كتكري ديال اني لا ما عندي والو باقا شاده في الكلام واش انا كنقول لك واحد القضيه واقيلا كلام واقيلا كلام شي غنسالي شي واخا يطلع الجن يهضر راه ما غاتبعش البرنامج الا الا بغات هي الا الا كتبغي هي مجتهده هي مجتهده فسورتو انا ما كنتكلمش على الاجتهاد لا زعما في القران هكا واخا كت هي غتجتهد شنو هو غتجتهد الا بغات السؤال انا ما باغياش دابا المشكل لا دابا هي ما باغاش اي واحد ما باغاش حاجه ما يديرها ها هو هي عنيده هي عنيده و عنيده غير في هذه القضيه ديالك تقول لك انا مريضه ما عندها ما عندها زعما ما تقولش لي مريضه اما الا قلتي لها راه المرض ماشي حاجه خاصك ديريها زعما ما عندهاش اشكال صراحه بالعكس مجتهده في هذا وما ما تعندهاش الاتهام غير هي اصابع الاتهام شنو كدير فيه ما عجبش لها لا هذا راه عندي اقول صراحه ملوح ما يخلاش فاش كتطلق صوره البقره بالليل وكتنعس اش كيطرا لك كنت تاكل العصا لا واحد خليها وين واش كنا لا مورا رمضان مورا رمضان حيت انا رمضان ما كنتش ديك الساعه كنخرج ندير رقيه للناس مورا رمضان واحد الليل قسما بالله كلات العشاء في الليل وفقنا ولقينا بصح ني ثلاث خاص والله العظيم كنحلم بلا في الدار في الحلم قالت لها فاش كان جاع وقالت لي دابا راه مشويطه دابا راه مشويطه كنا هي لاصقين على الشاصه ومره اخرى صفقها شي واحد مزيان وقات انت فقت هي فاش سميتو فقت لقات الاثار هنايا مؤخرا لقيتي الاثار هنا مؤخرا درت لك الرقيه الشرعيه ياك كنت باقي هذه راه عقل عقلش هنايا جا لها شي واحد كيدير لها ها ها ثلاث مرات هذيك فقت وقالت لي كنشوفك ماما انا فعلا كنت كنصلي في صلاه العشاء حداها وهي مشات نعسات غير زعما ما غنديرهمش خليت العشو كاع حيت موسوسه خليت نخفات ماشي بقات باغي ندير شي حاجه كيدير لها هكا ثلاث مرات في الرجل ديالها كتعطي المشكل كتقول لكم اللي فاقت بحال فاقت قالت شافتي انا كنصلي
ولفع فوق راسي وهي ها هي عافه تعبان افعى خضراء واخا انا غادي نشكل احلام انا باقي ما وصلت لهم انا غادي لهم خضراء وشعلي فيها راس العافيه لهيب شفتي شفتي ثعبان لا حيه خضراء شعلة في راسها العافيه غير هذاك اللهيب من فوق راسها لهيب من فوق راسها واش انت دير تضرب فيا انا ضربت ماما خرج منها نقطه دم ضربت ماما خرج منها نقطه دم بلا ونتي هاد الشيء نهار الليله اللي درتي فيها الرقيه انا اللي درتيها انت اللي درتي لها ماما كانت كتلقها بغات تاخذ منها وانت مرضتي من وراها لا ديما مريضه عندي امراض لا انا عارف كانك عايشه هذا في راسي لا عندي انا امراض مزمنه هي اللي قالت فيها عايشه لا كنت كنحن بها ايوا الصلاه يعني راني عاقل لا انا عاقل معاها من الصغر لا ملي كنت في الدار الاخرى ايوا هي هذيك انا عاقل صار عندي الوليدات هادشي حتى وكان عندي انا عاقل عاقل ولكن انا قلت لك انا دائما مريضه مع عندي امراض مزمنه في السكر والقلب ايه فراس هذاك الشيء كنت غادي يدخلوا لينا حوالي يدخلوا رقيهم فين كاين لا ما دخلوا حتى يديروا حتى فاض رقيهم فين كاين ما جا الشفار نعطيو لي عدله ويمشي بحال هكا اييه ما نصوروه ليه هي هذيك يدوز لايف واخا اختي اميمه شنو دابا تقراي خدامه شنو خدامه والخدمه ما عندكش مشاكل امور عاديه حق ولا ولكن ما عيطوا ليهم ما عيطوا ليهم باقي المشاكل واخا من البوست ديالي انا مزيان واخا شحال واحد قدم لكم وعاود ترجع فين الزواج شكون دابا ماشي شكون دابا واحد العاشر كترفض ماشي زعما كيجي لا حتى المعاش ماشي هي اللي كترفض انا اللي كترفض هي كترفض بجوجكم نتوما عندكم هذا المشكل انا كنرفض اللي كيجيو ليا لا كلشي كيرفض كاع اللي كيجيو ليا انا كنشوف الله شي طارق كلشي كيقول لي من دابا تبغي نقول لها ولكن حتى هي ما كتبغيش زعما راه ماشي حقاش لا لا هي كون بغات راه ما غاتسلكمش نتوما تعطيوها الراي ولكن ما كنسولوهاش هي راه عادي داك الكلام دابا هذه الا جو عندها هي ما كتقولش ليا يعني كتجاوب انا كندير تقول لا تشخيص كندير دياغنوستيك خلانوسه خلانوسه تخيل ديالها تشوفها اللي كديرو عندها هي كديرو عند اختها هي بقات بلاش وخلات حتى اختها بلاش دابا داك الدياغنوستيك راه بعض المرات تخدم مزيان وبعض المرات تيلعبو تيركبو عليه الجي حتى ماما تيركبو عليه الجي حتى ماما ماما كتقول كتقول لا كتقول لك لا ماشي تقول لك كاين حتى علاش غادي لا ولكن على بعض المرات كان سكير وكان كيكبير ولا عنده مشاكل ولا عنده مشاكل مهم انت باقي واحد العذراء عندك الطبيعه زرقي اخر مره هادي اسبوعين ياك مزيان وكيما ما عرفتش واش الضرب ولا كتصحي بالليل شحال من خطره تلقايهم تقريبا في الشهر شوفي با تنسى كل مره هذه اخر مره هي اللي ما حتى واش هاد المرات كلهم انت تضربي شنو تتباتي تكدكريساي ولا شنو يعني بزاف انا شنو كنحاول ندير كنحاول اثير ذكائك انت ذكيه ما شاء الله واش انا كنعس تنفخ تلقرا راسي كل يوم طبطبع بالزرق واش انا نبر كاين شي حاجه تما ما هياش واحد المره وقعت حياتي كلها ربما بقى ممكن نكون ضربت مع الطابله وما عقلتش ممكن سبحان من لا ينسى ولا يزهى ولكن شيء متكرر دائما غنفق غنلقى طبيع زرقين وقبل داك الطبيع زرقين راه تيكون اعتداءات في المنام يقدر يبان ويقدر ما يبانوش كاينين كاين هادشي ولا ما كاينش شحال هادي حيت ما كنتش فاهمه شنو دابا لا عمتي غتعاودي تحكمي عاوتاني ما عرفتش ولكن انا كانوا اعتداءات ولا ما كانوش لا
ما كيخلي دابا بولاستون كيخلي حتى شي حد يعتدي ما كتخلي حتى شي حد يعتدي عليك كنضرب في الحلم ها هذه مزيانه هذه حاجه مزيانه هذا هو اللي ديما كنضرب بها كنغلبهم هذه شي حد باغي كنضرب مع هادشي اللي هذه راه حاجه مزيانه لكن اخر مره كان اعتداء مثلا امتى نقدروا نقولوا اخر مره كان اعتداء مابقاوش كنت لك وليش كنت طالب اخر مره تقريبا كان اعتداء لا 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 اخر مره تحقق الاعتداء وصل داكشي اللي بغا ما ما مثلا انت سفيان فوالله شحال هذه من ورا ما بديتي متبع الاذكار مابقاش كيكون من الاذكار اللي هنا كاين من شهر 8 مثلا تحقق من بعد الاعتداء لا خاصك خاصك انت منين دخلتي عند الخدمه ما دابا تمشي واخا كتحلي براسك دخلتي كتحلي براسك كتاكلي في الليل مأدوبات كتحلم كتشوف لا 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 يقول يقول لك تنعرف والله كطيبي بهم حنا تمكمي كتحلي راسك كتكبي هذاك هذاك راه هذاك الكارو هو نفسه اللي تيخليك دابا تضحكي في الرقية مول الكارو ولا مولات الكارو هي مولات الضحكة في الرقية ها انت مشيتي معايا بعيد انت خاصك لاتيستاسيون صافي خاصو يخرج براتيكي صافي مولات الكارو هي مولات شو الالوان اللي كيعجبك تلبسيها اونلاين شو الالوان اللي كتبغي تلبسي بزاف قلت لك انا كافيك ولا عزلك الوان فاقعه بحال الصفر مثلا عندي صفر لبس صفر كيفاش مشكل زعما لا تعجبك يعني مثلا بحال هذا الصفر اللي هنا يعني. لا داك الصفر الصفر بارد المهم سميتو صفر صفر مو هذاك بناني هذاك بارد هذاك هذاك بارد صفر بارد هو هذاك اللي كيكون في المرقه اما ديال البنان ما بارد شيء عندك فقر الدم عندك شو فقر الدم لا لا درتو ما عنديش انا مشكل في الفيتامين دي الفيتامين دي ديما عندها طايح الفيتامين دي دائما كتلقاها 6 و 7 زيدي شنو تفكر شي حلمه الا عندك شي حاجه تتحلمي بها انا كنعاود نسوق بلاصه بعد ما كنمسح حلمتي بانك جيتي لمركبه امان وسجدت للكعبه كيفاش وكيما قلت لك انت يا نظرك زيد هذه مركبه كانت الشتا وكنت لابسه البيض وهذه كانت لابسه لباس في الابيض وهذه ما قدرتش تطلع وانا بحال هزيته وطالعين فواحد العكبه ملي طلعنا هذيك العكبه طحت مع اللي طحت كنقول مين كنت زعما كتكون الكعبه قدامي طحت هكذا ساجده هي بحال تقلت عليا طحت ساجده ملي كنهز عيني كنلقاها كعبه كنقول زعما مين كنت الكعبه تكون في هذه البلاصه ما يكونش زعما تكون بحال لا قالت هي كيشات شنو الحيوانات الاخرى اللي كتحلمي بهم سبع مثلا سبع كتحلم بيه شنو كتحلمي ما فاقدش الحيوانات كلاب كلاب قرودة ولا كنت معاودة ليكم ما كنكلوش نفهم تيقولي لا ماشي هيت بوتيت كنحلم بإيمان باختي كنحلم باختي انا وياها في الدار بحال هذيك الدار خرجنا واحد الفار مع الطوبه وانا هذيك الطوبه واخا دابا جات ايمان جات اختي وبابا
جايين باغيين يشدوها وهي جايه تابعاني. انا ملي مشيت للبيت هما شدوها بحال هكا وهي هربت وجايه لعندي. صافي فاش غوت وفقتي قامت انا هي بايته معاهم وبغوت واحد الغوته انا قفزت انا فقت وما حملت طبات فاش دخلت لي البلاكار شويه كانت ايمان حلمت حلت البلاكار لقات لقات الفيران صغار لقات فيران صغار قالت لي الفيران صغار شي يكون في حلوى كبروا قلت لي وسدي فيران صغار كياكلوا في حلوى وسدت البلاكار هادو وملي عاود حلت رجعت حلت البلاكار لقاتهم كبروا شي شويه كياكلوا في حلوى كبروا شي شويه عاود سدت البلاكار وحلت البلاكار هذه اللي ما مخلينيش نقول وكتقول لهم هذه كتقول لهم هذه ما خلاتنيش نقول لهم ما تقتلوهمش ما تضربوهمش ما تقتلوهمش هذيك يقول لا ما تضربوهمش وعندك تعداو حدود الله صافي خاصني نقتلهم يكونوا عمار هذا وقتهم نقتلهم قالت جا وقتهم فين نقتلهم عندكم عمار خايبين في الدار غالبا وهذه ديال الافعى عمار هذه هي اللي استعملت بالافعى انا بالحق ماشي انا قبل راه شي عام ونص ولا عامين هكذا كان فاش الله استاد ولدي وباقي ان بيبي كنحلم به حالة باكين عند دار عمي كنا جالسين عند دار عمي وزعما هو يا عادي جالس معايا عادي مني جيت بغيت نرضعو مني كنشوف وجهه كنلقى فمو الفم ديال افعى ماشي ديال ماشي فمو هو زعما بديت كنغوت وكنبكي كنقول لها ماما كيفاش هذا شويه تقول لي ماما بشويه حنا غادي نشوفو خليني نشوف هكا قلت لها ما تشوفيش قبل ما تشوفو حيد لي هذاك الفم كندير هكا جريتو قلت واخا واخا ولدي واخا هكا خاصني نحيد لي هذا الفم ما يبقاش عنده جريتو ولحتو صافي مني غمضت عيني وحليتو لقيت زعما فوق مو عادي ورجع عادي ولكن لقيت الفم ديالو هكا بحال باغي يضرب فم ثعبان ثعبان وهو قبل ما نولدو كنت كنحلم به بحال كان باقي في كرشي كنت كنحلم به بحال زعما رانا ولدتو ولدتو كحل وماشي ولد بنت زعما وسميتو هو يام وكنرضع فيه كنرضع فيه ولكن هو يا راه زعما انا في الاصل راه عارفه عندي وليد تخيلت كلشي عارفه ان راه وليد كنحلم براسي بحال ولدت وما ولدتوش ولد ولدتو بنت واسود اللون كحله وكترضع زعما كنرضع فيها وسميتها هويا انت كتلقاي طفيه زرقين في الحنوت هذا هنا هذا هو المشكل من امتى طفيه صافي مش هذا خلي انت حامل الان خلي كنتي خاصك دير الرقم من قبل وما بغيتيش ديريها نعم كنتي خاصك دير الرقم من قبل وما بغيتيش ديريها ياك فاش كانت الاخت ديالي لا كنت تبعتكم من وراها من وراها بغى راجلي اللي يديرها لي وانا ما بغيتش علاش وبغيتي قلت لها زعما ما كاينلاش الله عاودي ماشي زعما كاين دابا نتوما ان شاء الله كنت تبع الرقيه ديالك هكا راه كنت تبعها عندي حتى انا ابوني كنت تبعها وكل شيء ولكن المشكله دابا كيكونوا ربيتي تخطي الانسان الاشارات ولا انا ما مريضاش ولا هذا كنقول المرض ممكن يكون ممكن ما يكونش ولكن زعما اقتنع ولكن غير هي زعما في هذيك لا بيريود كان في لا ما كاينلاش دابا بالتالي ما كاينلاش لانني باقا ما كذبتش عليك انا ما حسناش راسي بحالي بحالهم علاش ما تحسنيش راسك يعني غنبقى هربان تالي هذا هو السؤال القهربان تالي كل ما طول المرض الروحي قد ما كيستفحل وكيصعاب شوف هذا اللي في امي مش حل واخد راحته فيه اش تقول لك المره الخامسه ما فياش قلت لكم جيتي اللي غتحدي واخد راحته عرفتي علاش انه كامل مع منصه مولف هذا المشكل غتقرا 10 دقائق وغتعيو غتمشي في حالك وانا هنايا وانا مولف وانا قديم وانا كذا احنا دابا هو دابا زعما هو لا ما خافش ودار داك المركز زعما حنا ما غنعرفوش راه واضح راه كلشي باين واضح كلشي باين هذاك عتيدا اشكون كان كيعتادي شكون
شكون عيب؟ راه واضح الامور. انا ما حلمت بها هي. حلمت اختي. نيت أميمة بحال أنا ناعسة. وصحنا تنعيط لك تنعيط لك ضيفة. أنا مصحنا تنقول لك أميمة. شحال كاينة في المغرب ديال أميمة؟ بزاف. ها اللي متبعين معايا شي ثلاثة ولا أربعة كلشي أميمة. أميمة. تخلطي معاهم تخوافيش. حلمت بها هي واقفة. أه. وباغي تضربني. أيوا. وشعرها هي تبارك الله شعرها طويل. ايوا على قد طولتو. ودابا الله يهديك انت داري الحجاب شكون عارف شعرك طويل؟ انت الله يهديك. ما دايرينش الحجاب. هاكا. لا 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 ما تخافيش ما تخافيش راه ما عنديش لي فولورز بزاف. ما قالوش راه عينك زرقين بصح. من السادس من القسم السادس حيت البنت الاولى لقات مشكل في الحجاب ما خدمتش قرات وما خدمتش. ايوا كيعطلوا على الحجاب وقال لها ما ديريش هذاك الحجاب حتى غادي تجي تبركي حتى مفضل يعني الفكره ديالها مشهره في الوقت هذا عنده ان اسبري اوفر. هاي قالت لي لالا كيكون اسرار ما تيبانوش اختي اميمة. راه كاين اللي مصاب دقدق وما داكشي اللي فيه مخبي ما تيبانش. ولكن هي باغا تحتاج هي باغا تحتاج يكون فاكي يكون حلاق كنقول كلمة فيه والو والو عاودي عند الطبيب قلت له راه هذا مشكل. شنو هي كل شيء بلاتي هي تكمل عافاك تكمل هي الحلمة نجوى تكمل الحلمة. قلتي هي شعرها طويل اها زعما على قد الطول ديال شعرها هاد ما كيكون هاد طالع الفوق اه طالع بحال واضح واضح واقف هكذا طولها وين طالع شعرها زعما جاية وكتضرب فيا كتضرب فيا نيات. انا نقول لها مالك كاشنو درت ليك زعما علاش كتضربيني؟ قالت لي بغيت ما كنحملكش بغيت نضربك. قلت لها ما كتحمليش بنيش بغيتي تضربيني نيات. قالت لي انا نقول لها اجي نوريك حتى انا ديت من هذاك الشعر ثلاث الشعر اللي فحالها به او قد ما طالع انا مبسوط وشعر بحال ديال السبع اه هكا ما هي اصلا واش عارف سبع عاودي حل قولي حل اللي حلمتي بنجم. لا عاود انت والله ما عقل عليا زاد كاين حنا ناقش اكزاكتومون غير كنت عاودتي لك نقول حلمتي بنجوى شي واحد قلت لها غادي تبدا لي ديالي ولا شنو ما قلتش هذه ملي كنت كنقرا صوره البقره هي السيمانه اللي فاتت يا حمد واحد النجوى كتعرف واحد النجوى كتعرف قلت لك سيتي سميتك واش يا ودي الله يهديك راه عيطت لها قبيله اختي كتعرف شي واحد وهي بحال باغا كتقول لي الا بقيتي كديري بحال هكا خلي له يمشي لعندك هو خيب ايه العاشق ديالها العاشق يا مجموعه العشاق ولا بغيتي يبقى لك راجلك راه خاصك دير راسك في الرقيه. كنقولها تواضعوا على قراءه القران ما تقراهاش هذا هو المشكل كتشدوا الفرندان على كتختم كلشي كيدير العباده غير هي ما كنختمش كنقرا ولكن بطريقه متقطعه ماشي انا اللي قلت ليه ماشي من جديد ما كتش ما كدبتش عندنا جوج ما كيختموش يعني ما كنختموش انا بقات دابا ما بقاتش في الختم الانسان اللي كيكون مصاب ما غنعطيوش يختم غنعطيوه الايات اللي غياثروا فيه خص يبقى يعاود فيهم تيطيب هذاك يجي خاصك تحط هذه الايات تكون عندك مكون تحط يعني باش تبقى دائما
لا إله إلا الله. والله العاشق راه كاين، عرفنا كاين. دابا أنا تجاوزت المسألة ديال العاشق، لأني أصلا مع الدخلة قلت لك راه كاين العاشق، لأن عقلت من شهر 8 شنو كان وقع. الذي أبحث عنه في هذه الحصة هو واش عاشق بوحدو، هذا اش كنقلب عليه. أما العاشق راه صافي أنا بالطابع راه تنقول لك، وأنت خاصك تدخل هذه الفكرة براسك، خاصك تدخلها. أنا راه ما عندي ما نربح نكذب عليك ونقول لك عندك عاشق، ما عندي ما نربح. الوقت عابر، أنت شحال متى نتوما باغيين الحصة يلاه كتابت. أنا مفخبارة إن شاء الله. فهمتي؟ آه. الحنه انتما زدتو فيه، يلاه يلاه ها انتما عاوتاني انتما زدتو فيه. لا ما تبقيش تهوني من المسائل. دابا انت المشكله كتهوني من الاشياء اللي خاصك تاخديها بعين الاعتبار، وكتبالغي في الاشياء اللي خاصك تهونيها اللي هي قضيه الوضوء. دي عندك كشي تقلب. لا خاصك تردي الامور الى نصابها، كل حاجه ترجع لبلاصتها. الوضوء ربي ما غاديش يحاسبني الا انا نسيت في الوضوء. راه في الصلاه وما تيحاسبكش ربي الا نسيت. المهم خاصك تادي الواجبات تاعك. اه انت كدير فاتقوا الله ما استطعت. اه في الاخر تالي كتقول لي سبحانك ربي ما عبدتك حق الله. اه كتفوض امر الله سبحانه وتعالى. والله ما تي كل صلاه اللي كتنتهي من الصلاه تقول لي سبحانك ربي ما عبدتك حق العباده. واستغفرت خط المرات كتفضى حتى الاخر والاولاد بلاتي راه ما فراسيش هذه، وانت غتكملي عليها خصها تبدا من الاول. بعدا شنو قضيه الحلمه؟ ماشي حلمه، واقع. واقع شنو حنيتي؟ ماشي هي بغات تحلي. اه شنو هبطات غدا ديبلاس من الخدمه. ايوا وفي الخدمه. أيوة. هي غدا يعني باش تخدم وترجع، تلقات لها واحد السيده تما وقالت لها والو اجي تحلي. ايوا هادشي ماشي في كازا. كازا ايوا هي ما حداش من حسن ثاني. ايوا هي ما كتعجبهاش الحله. يعني كديرها صغار فين كديرها. اها ولا كانت شي مناسبه ولا هكا ما كديرهاش هنا، ما كديرهاش هنايا، كديرها غير لور باش دغيا كتحيد لها. كدير نقشه صغيره وصافي. اه باش دغيا كتحيد لها. هي بوغ ايفيتي انا شني دورات مع هذيك السيده، عطاتها اللي قسم الله، قالت لها ما يسهل عليك صافي هاكي وانا ما تحنيش ليا. قالت لها والله حتى ندير لك غير الفال باش ربي يحن عليك. قالت لها ندير لك غير بريده صغيره. ايوا عطاتها كيدا قالت لك معايا ملي درت عاود شفت لقاتها دايره على عين وحاجب. ها عين وحاجب ومع القلب ولا ما نعرف نفعه وقلب. عين حاجب وقلب ولا ما نعرف ونفعه ونفعه وراس اللفعه والراس اللفعه ما عرفناش واش دابا انت جاتني علامه استفهام. دابا انت غاتجي كيجيك هادشي عادي ياك والله وبالله وتا الله بعادي. انا غنشرح لك علاش هاد القصة. عقلت شوية منها قال لي أيوب ديك النهار قلت لي الحنة طير وخطير معاه الجلدة تحيد. ما بغاتش وتما فين كان عندها سمعي الوضو كتبقى تبكي وتبول. سمعي كانت عندي حالة مشيت عندها صعد فيها واحد هذيك البنت الراقي اللي كتمشي عندو تيقول لها مشكل نفسي. هاد البنت تقول لك عندها مشكل نفسي ما تبقاوش ديوا عند الرقات. انا كان عندي تحدي هو شنو خصني نحدد واش نفسي ولا ماشي نفسي. الاعراض شبه متقاربه نقدر نقول لك متطابقه بين المرض النفسي وبين داكشي اللي عندها هي. كتبقى ملي كانت كترقي وتدور بحال هكا وتتنقز تدور تتنقز وتتغوت. يعني غتقول غيشوفها الراقي مجرد ما شافها قال له انت عندك هادشي نفسي. قال لا ما عندكش الاصابه الروحيه. هو صاد يتكلم هو مس مزدوج، يعني كيقدر هو يتكلم وهي تجاوب. كتسمى مس مزدوج، ما كاين ماشي انسان غائب عن الوعي. ما كتغيبش. ما تقدرش تقول ان حاله نفسيه اللي انت كدوي وكتسمع وكتسمع. انت سمعيني فعلا كما قلتي تقدر كتكون حاله نفسيه. يقدر مثلا هو كيتكلم بصفته راجل تيقول لك داروا ليها سحر، واحد الوقت تقول لك داروا ليا. اللي غيسمع واحد غيقول لك راه هي كتهضر وكتضرب وتزقل. لا راه مس مزدوج، راه هي تهضر وهو تيهضر.
لدرجة انه هضر معايا واحد الدري في التليفون صديقي كان في الامارات هو تيهضر معايا عادي وانا كنعطي الموعظه للجن والبكيه مخلطه مع الهضره العاديه ماشي بكى وحبس البكيه على رجع يهضر عادي كيهضر معايا كما كنهضر معاك وكتحبس الهضره في ثانيه كيبكي فيها وكيكمل ما نقدرش نوصفها لك شكون الجن هذا الجين تيبكي ماشي صاحبك اللي معاك في التليفون هو صاحبي تيهضر معايا وفي نفس الوقت الجين تيطلع يبكي وتي مسمو الزواج كيتسمى مزواج فالتحدي الكبير اللي كان عندي حيت صافي ثلاثه السوايع هي كتضحك وتبكي ثلاثه السوايع تنحاول نقلب على واش حاله نفسيه ولا حاله روحيه شنو هي الحاجه اللي غتاكد لي انها حاله روحيه انه بديت تنسولو قال لي جيب لي ورقه وسير قال لي ما بقيتش بغيت نهضر معاك جيب لي ورقه وستيلو يعني كانت مشادات بيني وبين ورقه وستيلو ويرسم لي طلسم حجاب الحروف وكذا انا ما نفهمش ديك اللغه كيفاش قال لي ارسم وانا كنهضر معاه وهو تيديرها وتنقرا القران وتيرسم سالا شديت الورقه راه واقيلا باقي عندي في الطاح حليتها بحال هكا كتب لي سحر ماكول توكال وكتب لي سحر مشمو عطاه ليها بغا يعطيها فريحه وقيل هادشي اللي عقلت كنشوف الحجاب ما عرفتش نقراه السحاره اللي غيعرفوا لي شطبت عليه بحال هكا وانا نضرب على العين قلت ليه شنو هاد العين قال لي والو هي تتبغي ترسم العين قلت لي قبحك الله من المجرم انت ماسوني قال نعم هذيك العين راه من علامات الماسونيه العين كيسميوها العين وعندها دلالات كتكون في الهرم في المثلث وعندها دلالات الماسونيين عندهم عده اشارات سجلت واحد الفيديو باقي ما حطيتوش الشباب ما كيعرفوش كيجيو يتصوروا كيديروها دابا ما كنحبش نديرها حتى باش نضرب المثال معاذ الله تعبد ابليس هذيك الحركه ديال قرني الشيطان هو تيقول لك لا انا ما تنقصد بهاش وما ديرهاش واش يعرفوا يعني انها راه كي اللي يعرفوا بقات يديرها وتقول لك لا تقول لك لا انت احنا ما فسقناش في داك الشيء يا سلام الم يامر النبي صلى الله عليه وسلم بكسر الصليب وتحطيمه راه هذا اكثر من الصليب هذاك اللي صليبي راه تيعترف بوجود الله تعالى غير انه انحرف فقال له ابن اسمه عيسى صليبا فهم يعبدون الصليب يعتقدون ان عيسى ابن الرب لكن انت ملي تديري ديك الحركه راه قرني الشيطان هذوك وتنعرفوها في الرقيه ملي تنرقي انسان وتتصعد ديك الحركه تنعرفوا باللي العارض ماسوني كانت واحد صاحبة الاخت ديالي كانت جات عند مرتي رمضان يا كإيمان وكدير صحي ليا وحده الان تكتب انا كنرسمها بزاف عين وحاجب بدون شعور واخر مره باقي ترسميها قسما بالله تنجيب التيول المره الجايه اخر مره سمعي نصيحه اخويه اخر مره هي نفسها هي قالت انا كرسمها بزاف عين وحاجب بدون شعور عند بزاف المصابين وما عارفينش معناها سمحي لي باش نكمل حيت غادي نتلف وانا رجع عندك تي في حصه الرقيه تيرفعوا هاد العلامه هذه بعدا الرقي ما خصوش يخلي ديك العلامه واخا ما عرفتش شنو دير ما تخليهاش علاش لان ملي تيدير ديك العلامه عرف انه هي تقوى بها كيف يتقوى بها كيف ان حركه تقويه سهله كيكونوا شياطين ماسونيين اللي هما تابع ليهم حاضرين في ديك الرقيه تيقولوا ليه ارفع علامه الماسونيه حتى تثبت الانتساب الينا ثم نمدك بالطاقه والقوه فاذا رفعها مده بالطاقه والقوه كتجي انت كتحيدها ليه كتطمس هذيك العلامه ما يعطيوش الطاقه الا بغيتي يعطيك الطاقه تحداه هو يدعي التوحيد ويقرا القران أنت تعبد إبليس أكبر هذه مشكلة أو لهذه العلامة هي المنسولية أو لك يديروا هكا 666 666 الكود ديالهم ما ندخلش في التفاصيل ديالهم هو عندهم ذلك شيء أسرار ديالهم ما بحيتش نبدأ الأسرار أو عندهم هذه العلامة واحد كنت هاد كيخشي الصبع هذا هنا بين السبابة والوسطى لا صعيبه وهذه توا كنت كنرقي واحد السيد
وقلت لي رفع التوحيد ويدي لي ها بحال هكا اخشى دابا بحال هكا اخشى بحال هكا كيزكزكز بلاتي لا اخشى الصبع الكبير نعم بيل هذا بحال هكا ودار هكا لا شوفي 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 هنا شوفي شوفي هذا اللي كيدير لا ها التوحيد شوفي شوفي التوحيد كيداير هذا هنا شتي فين بصح هذه خاصنا هذا خطأ صح قاش انا بعد مرات واش انت ملي كتبغي ديري التشهد في الصلاه واش كديري هكا ولا كديري هكا ماشي هكا ما كنديروش هكا كنديرو هكا ها هو هذا خصو يكون طويل يكون ضيق شي المشاكل كدير الديل ديالها بحال هكا كدير صبعك انت لوي على الصبع الاخر وي هذا هو التوحيد هكذا يرفع تنشوف ليا ملي تسمح ليا ملي در ملي كان ملي كان ملي كان قلت ليا رفع التوحيد وين ديك الحركه كيزقى بدي شي هكا ما ينقزوا ولادو قال لي انا كينعس حتى كيديرها فين ما يجي ينعس خصو يحط راسو على يحط يديه على على راسو او لا يحط يديه بين فخاضو وكيديرها عاد باش ينعس جيت مندور في الدار لقيت الدار كلها عامره بتماثيل ديال النحاس وفيهم اقران كلهم فيهم القرون علاش هو بلا ما يشعر كيمشي كيشري النحاس بعدا النحاس ايفيتي بعدا النحاس ايفيتي لانه كي لانه في طاقه سلبيه كيجيب النحس خصوصا الناس عندهم اصابات لانه فيه طاقه سلبيه والقرون بلا ما يشعر كي عنده ثور عنده كلشي بالقرون كلشي بالقرون كلشي بالقرون اذا اللي فيه ماسونيين وكاين العين والهرم فهنا وانا قلت لي قبحك الله من مجري رسمتي العلامه ديال الماسونيه اذا هذه حاله روحيه ماشي نفسيه اوف صافي وسالينا تما عرفت ان تما تاكدت انا حالتك جسد تشخيصيه فقط لأحدد هي حالة روحية أم نفسية فتبين أنها حالة روحية لأن النفسية هي ما عارفاش أصلا ديك العيش ودلالتها هو أثناء الرقية بغي تقوى عارفني غنعرف العالم ما دارهاش ويرسمها في ورقة ولكن الشيطان تيشوفو باش يمدوه بالقوة وما يتأثرش في الرقية وبالدور وشوف رسمت الحاجب رسمت العين رسم متقن والحاجب غليظ داك الحاجب ديال البنات زيرو كاب ماشي كلشي ماشي كلشي بطبيعه العام هذاك ديال القطران ديال القطران حرت داك الورقه مزيان باش يبين لي الحاجب عنده دلاله داك كنت سمع عرفت الدلاله ونسيتها هي اللي دات لي الحاجب هذاك الحاجب هي البلافون ديالهم هو الكبير ابليس هما غصبا عنك خصهم يبينوا الانتساب ديالهم واش داك المره كنتي دايره معايا غنجي بغاو يتقواو انت اصلا تترسميها ولكن كانه شي تحدي انا عارف اني غادي نجي خصني تحدي في يد في يدك لاني الا رسمتيها وانا حداك غادي نقطع الورقه الا رفعتيها وانا حداك على قوسيتي خلاوه المصريين ما نخليكش ترفعي واخا الصباع نهرس ونطيرو كنضحك معاك كنضحك معاك ولكن ما يمكنش ابدا نخلي علامات المسيح ترفع وانا حاضر ولكن في الحنه شنو غنجي نجيب لك كاغي تحرش ونبدا نحكي لك يدك دز من اللي غنسكت جيت لقيتها كديرها ستيلو قلت له الفراغات شتي التحايلات دز من اللي غنسكت غنشوفها في الحنه شغندير هو ما كيتقواو بها هادشي بحالنا غادي تخلط كلشي هي ملي بغينا نديرو لها حنا قالت لك ماتريكس نورمال قالت لك هنايا غادي يبقى ليمون يوم تحتانيه غادي تنصح اكثر يعني دائما يبقى هذاك معايا لكن دابا حنا كنشوفو شوف التحيلات ديالو وشوف الدلالات هاد الاشياء كلها تشير الى ماذا الى وجود جني ماسوني يعبد الابالسه والشياطين
ماشي في انا فهي وهذاك لا راه اللي فيك انت خلاها دير هكاك ربما حتى هي مصابه وغيتهموا مع اللي فيها واش واضح ولا لا راه العلامه في الترسم لو كانوا فيها هي بوحدها هي راه فيها اللي فيها هي فيها اللي فيها هذاك الهضره اللي قالت كجيد لك الفال على لحمه ديك الفال وصلك وريضه شوف هي فيها اللي فيها ولكن راه ساهل جدا ان الا كان فيها واحد يتواصل مع اللي في الاخر عادي يعني سهله سهله جدا سهله جدا شو عرفتي شنو كيدير الشيء يقدر يخرج منك ويدخل فيها باش يرسم لك عندك واحد الواقعه عندك واحد الواقعه وسمعي هذه عاود ليا صديق ديالي كنت كتجي عاشقه في المنام عاشقه في المنام هو مع مؤمنين كاين حرب ما بغاهاش مابقاش اللي ما بغاهاش بعدوه عليها عنده ديالو هو كيف سميو الجواد يقولوا الجواد عنده ديالو وارثهم لما مابقاش بغاها مابقاش بغى العاشقه وبغى يتزوج بعدوه عليها لكن شنو وقع هو باقي عنده علاقه مع البنات وقع في زينة مع بنت حتى سلام ويطنطق فيه تنطق فيها العاشقه اللي كانت تابع قلت لها اش كاين جبتك ولا ما جبتكش قلت لها كيفاش قلت لها عقلتي وهي ماشي تشكلات دخلات في بنت كيعرفها وما عرفات معها شي اش قدي انا عطيتك مثال كيفاش انه ممكن ان داك ولكن البنت ضعيفه كون ما كانش ضعيفه راه باش تمكن منها وباينه باينه وهو باش غيختاروا غير الضعفاء غيختاروا واحد يحصل يختاروا غير اللي ضعيف هو اصلا بغيتي نشرح لك قضيه الحنه راه انت المقصوده بها ماشي مولات الحنه وكل شيء داك شيء لا ايوب راه عارف اش كاين اش قلت لي ملي قال لي ما بغاش حيده قلت لي معني ما تجي ندير قلت لي اذا معدي ما تجي ندير لاني نجي انا والقهوه مطلع لي علامه المسؤوليه بقى تفرفي ويضحك عليا عمرها ما تكون لي ندخل انا باش واحد المسؤول يضحك عليا انا ما يخليكش تخدم راه غنخدم ولكن انا ما نعطيش الفرصه ديال انه يضحك عليا لان هذا اللي فيها مطور وتا يعرفني هذا تا يعرفني قسما بالله الا نقولها تا يعرفني نقول لك علاش لان عمري ما طحت في هذا الموقف ديال الحنه طحت موقف ديال الورقه وطحت موقف ديال العلامات اللي كيترفعوا باليد وما كنخليهمش الا خليتك ترفع علامه المسيح وانا حاضر هنا نمشي نعتزل علاش نمشي ندير الرقيه انا تعبد ابليس قدامي انا تقطع رقبتي اذا بغيتي تعبد ابليس الخلاوج لا خلاوه ماشي قدامي انا الشياطين حاضرين تترفع علامه الماسونيه قدامي عمرها ما تكون لك وهذا راه تحدي كبير وسط الحنه شنو غندير انا اللي جاي نلقاه في الحنه شنو ندير تصحى راسي مع الحيط شي فاش قادين بغينا نحيدوها والو ما بغاتش ما فيهاش شك اخي من عله شتي متابع تاو لا راه الكلام اللي قال صدق الوالد راه هرب الرئيس الوالد هرب الرئيس راه هرب من المنظومه قال لي اشك ان الاسره عليها عصابه يقودها الماسون لان الماسونين يسكنون بمنظومه قياده ورئاسه من كبيره الكلام صحيح ملي غنلقاو واحد في الاسره فيه ماسوني راه 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 مترصدين الاسره كلها لان زهري وانا قلت لكم الحصه الاولى مع الاخت ديالك قلت لكم انتم كلكم زهريين قلتها ولا ما قلتهاش انا ما كنتيش ولكن راه كلكم هادي المراه صافي تفوي ديال الحنة عار ليا صفار عار ليا انا حتى حنيتي تدحنيتي في من حنيتي ما
حليتي شي واحد بغيتي ديال بصح سو بقيتي حنا لا واش حليتي يا قرطه ولا ملعبه قلت انا صفقت لقيت يدي خضر لو العاشقه هذه فقت لقيتها ايوا ها هو خويا عمرك قلتي عمرك قلتي لينا خويا 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 عمرك قلتي لينا هذاك حنش مربع حنش هذاك والله ما قلب بالله برب العزه ما قلب هالعين حنش هذاك هالعين الحاجب هذا حنش صغير وهذا الكبير الثعبان او الحي الكبيره ابليس هذو كلهم طبقات ديال الماسونيه هذو دابا هذيك النقشه اللي دار فيها داك واضح ومضبوط المسائل هانتي شوفي هذا راه ماشي قلب ماشي قلب هذا راه اللي فعامني كتكون مرباه هكا كتجلس حنش بوسكه في جامع الفلاكي كيدير ماشي كيدور بحال هكا وداير هكا صح واش قلب داير بحال هكا لا 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 عندك الحق هو داير بحال الصباط مقلوب قال القلب وهي عرفت ترسم العين بالدقه سمحي لي عرفت ترسم العين بالدقه ما عرفت ترسم قلب شكون اللي كان راجل رسم قلب دري في الابتدائي يلاه تزعط كرسم قلب قلبتي صح ولا وهذه حنايا رسمت العين بهذا الدقه انا ما نعرفش نرسمها وما عرفتش نرسم القلب رسمته على شكل حنش اذا نحن اغبياء الا ما نفهم هذه الرساله ثعبان لكن مزيان ملي خليتو لي التصويره برافو لا لا انا ما شاء الله انا غير صورتها بحال هكذا قبل ما يشوفها رايه بلا نجوم ها انت شوف الخرج قالت قالك وانالي والله حتى كنرسمها هكاك يلا كتحلف والله حتى كنرسمها هكاك ونفس الصوره اللي رسمتها اللي رسم الجن اللي في هذيك السيده اللي قلت لك راه باقي عندي ولكن اسمح لي سمعوا البنات هذا العلم الحاجب نورمالمون تقدر تكون غير كتبغي زعما انت ترسم هكا وتبغي طيحها بحال العين ديال بصح العين الحاجب ديال بصح شوفي هو انسان مصاب. انسان ماشي مصاب يرسمها واحد المره شحال ماشي مشكل هو ترسم ترسم وعجبته العين ورسمها ولكن انا واحد ولكن انسان مصاب سمحي لي انسان مصاب هل لا هذا مشكل حتى الاحلام في نفسها الاحلام غير حلموا انا غير مصاب نفس الحلم حلموا واحد مصاب عنده دلاله مختلفه تماما رجعي لكتب تفسير الرؤى فيهم كلهم اي مفسر سولتي حتى من الاحياء اللي كاينين الان يا شيخ رايت في المنام اني اجالس ملكا اش غايقول لك رفعه رفعه تراك حلم رفعه ديما مع الملك ها علاش كنضربوا بالصباع رفعة لأنك تجالس الملوك وليس كل أحد يجالس الملوك متفقين ولا لا في عالم تفسير الرؤى في باب الروحانيات المصاب إذا رأى ملكا يجالسه فإصابة ديالو تدل على ملك جن ملك ولكن مني كتعرف راسك مصاب أنا أنت معرفش راسك مصاب خصك تفتح علامة استفهام راه العلامات كلها تدل على أنها مصابة وكتقول لك لا أنا غير مصابة ها ربي تعطيك العلامات ايوا راه كاين كلك ايوا كاين ايوا راه هو اللي تنقصدو حنايا من الصباح راه الكلام اللي قال الاخر كلام صادق اللي قال لك المنظومه الماسونيه ترعى الاسره كلها وبالفوق كاين الكبير راه هو الملك اللي كنهضروا عليه هو داك الثعبان اللي مرسوم تما هو الثعبان الملك لا انا الملك كنحلم به بحال انا الملك ديالنا محمد السادس زعما ريحته زوينه عادي راه الملوك كلهم كيجيو في المنام راه الملوك كلهم تجيو في المنام غتحلم بالملك البلاد ديالك وغتحلم بالملك بالملك من الاردن وغتحلم بالملك كذا انا حلمت مع الحسن الثاني زيدي سلم عليك واش اخر صافي سلمت عليك صافي
هذا هو المشكل. كاين ملك اللي حاضيكم كلكم واحيانا يكون ملك مؤمن واحيانا يكون ملك غير مؤمن، واخا يجيك في صفه ملك اللي هو في الاصل مؤمن، لكن هو اختاش خد دلاله الملك درجه. انا عطاني مرسيدس كحله عطاك مرسيدس كحله ها واحدة أخرى اللي قالت أنا كنت كنبدا نرسمها لكن ما كان عيقش ما كان عيقش حتى كنلقى راسي ضربت عليها خرمزتها كاملة المؤمن. أنا هاد القضية ديال العين والحجم في واحد لا بيريود حياتي ماشي دابا شحال هذا هي ملي كنت ملي كنت كطريا مسيكين مسيزين كنت دائما كنرسمها دائما دائما باغا نبقى حتى نطيحها بحال العين ديال بصح العين والحاجه كنطيح. وداك ديال ماما فاش كانت عندنا اختي الكبيره فاش كانت عندنا اختي الكبيره وكان ولدها هكا ولدها الصغير درت انا وياه تحدي زعما شكون اللي غادي يرسم احسن عين. شوفي من وراء الرقيه كاين حتى شي ملكه لان هذيك الحيه من وراء الرقيه من وراء الرقيه فاش كنتي عندنا اش وقع فاش كان طه شنو وقع قلتي لي عافاك رسمنا بجوج انا وولد اختي الكبيره رسمتوها بجوجكم هو رسم عين فاش كنت عندكم من ورا كيتقواو حقاش تما اخر كيتقواو وهو كان جايب دفتر الرسم ديالو وهو كيرسمها دابا انا ملي قلتها انا باش تفكر في هاد سميتو هو رسمها ولد اختي ومن وراه انا قلت ليه لا اجي تشوفها انا كي كندير باش تجيني زوينه انت تعلم دير هادي صافي ورسمتها ليه بالطريقه اللي كنت كنرسمها انا شحال هذا مشكلة ولكن انا راه من ايمتى ما عمرني ما بقيت نرسم تفاوت كانت حقاش كانت عندي هاد مشكلة الهوايه ديال انني نبقى نرسم مشكلة كنت بغيت زعما نبدا نرسم باش نطيح العين والحاج بوحدهم شويه كاينه حتى شي ملكه لان الحيه اللي حلمت بها لونها اخضر وهما في الغالب تياخذوا لون اخضر فم ولدي حتى هو اخضر ولد الملك مشكلة ولكن حيدتو ليه بنت انا قلت لي حلمتي بها بنت لا دابا كل واحد حريرته حلمته هويا بحال فم ثعبان اما البنت هي اللي حلمت براسي ولات سوداء هذيك بوحدها هي فاش كنت قلت لكم هل على نفس المشكل نفس المشكل الرؤى حلمتي ببنت راه سيئه حلمتي بنت حسنه حلمتي بولد سيئه وكذا حاجه ما مزياناش هذا الشيء في ما له علاقه بالناس العاديين ماشي الناس المصابين في الحاله ديالها هي لما تحلم بولدها على شكل بنت سوداء هذا راه مشكل اخر مشكل اخر ولكن هذيك الساعه كنت باقا ما ولدتوش باقا ما عرفتوش كيف داير حلمت هذا راه العاشق تيقول لك راه عندي معاك بنت حلمات لأن العاشق ملي تيكون راه تيوهم راسو بأن ولد معاك واخا ما يمكنش لا يمكن في عالم الشهادة كيقول لهم نهار نولد بنت غادي نسميها هويا راه هو باغي داك البنت ديك السمية باغي يسمي بنته هويا ما حلمت بها ولد بنت دابا هو راه عنده ما كايناش ديما راه حلم براسي ولد بنت هو عنده شي بنت وكيوهم راسو أنها بنته منك هادشي عندهم عادي هو يلا شوف زيدك كتايا الشواجي انت انا كنت كنرسم العين والحناش هذا رجل انت انا كنت كنرسم العين والحناش بزاف وكنخربقها وبعد المرات كنقطع الورقه وكنحلم كاع الملوك ديالنا وبعد المرات البرلمان والفلوس والشقوفه وهادشي كيتكرر شوفي الحاجه لا غير الانسان ما بغاش حبسي الصوت عافاك ايمن الانسان هذا تشوف دابا حنا ثلاثه ولا اربعه كلهم كيديروا نفس الفعل هادو جوج الاخرين اللي قال لك وكنت في الاخر كنقطع الورقه هذا المؤمن المؤمن لا انا لقيت مخبيه هذاك الكتاب واقيلا انا ما خفت نكذب راه يقدر يكون باقي في دارنا القديمه انا هي فهمت انا تنشرح ان الحاجه هي اللي كتكرر من عند ماشي غير واحد من عندك انت وعند الاخر وعند الاخر وعند الاخر كنشوفوا شنو الحاجه اللي مشتركه بيناتهم الاصابه الروحيه إذا هنا كنستنبطوا قاعدة لا مرد لها هذا واقع ما له من دافع باش مابقاوش تضحكوا على راسهم وبقاو كذبوا فهاد الشيء كامل وغتجي مازال تقولي لي أنا غير مصابة أقول لك أنت تغطينا الشمس بالغربان ولا تغطى
احنا نشوفوا مشو مثلا كتسناي مثلا نقرا عليه دابا يطلع يقدر ما يطلعش يقدر عرفتي شنو تيوقع راه يقدر يعرف لي جاي ويخرج بالجسد وبقى تطحن في راسه في القران انا كنحلم براسي طياره هو جي طيار كنحس براسي انا دائما كنطير ايه طيار هذا الشيء كل شيء وما يمكنش أطير أطير العاشقة ديالك غتحصل وخليك معانا أصاحبي سير الله يسر عمرك واخا جيبي ليها عفاك شي كمامه وشي زار باش تبدا تما كمامه باش ديرها على عينيها اش داير الكمامه وتبدد عرفتي علاش كتجيك في الشكل نشرحها لك ولا بلاش شنو الجلسه اللي ديري انت ديال الملوك الملك سمعيني الملك راه تقبيله في شي الله جلستي على رجل انت باكله تعجل على رجل من حيته ولا نحيدها ما رديتيش البلاد ايوا رجعي اللايف وغتلقاي فاش يلا جلسات درت رجل على رجل وانا ديت رجل على رجل من حيده ترجع على رجل ولا نحيدها هي رجع اللايف وغتلقايها وغتلقايني فاش غنحيد رجع على رجل غتلقاي عيني شافو في رجليها ملي هبط ترجع على رجل ولا نحيدها العين والعين والسني بالسني الا كنتي مالك على راسك وعلى قومك ماشي عليا انا دائما كنجلس شو كي تضحك كله غير الملوك لا لو كاين ملك امور واضحه وليد عندي راه ما كاينش رجل على كلنا عايز شتي اخويا بن علا راه ضربني البردش من بيئتي ولا شمن راه كاين الملك الكبير اللي حاضي السلاله كاين الملك الكبير اللي حاضي السلاله فهو الملك اختي وميمه الملك ما تيرضاش هادك ياك ما تيبغيوهاش تيقول لك الا بغيتي نصعد ونتكلم معاك جيب لي كرسي ونبرك ودير رجل على رجل عاد باش يصعد ويتكلم هذا الا بغى واجب اخويا من الاول لا لا ما بغاش يصعد انا ما كيهمنيش نهضر معاه شو انا صار بحال نهضر معاه انا مهمتي وندير الرقيه تبع هي البرنامج ما بغاش يهضر كاينش مشكل انا ما طلبتش اصلا يهضر بغى مرحبا بغى يتواضع يهضر مرحبا ما بغاش انا لا يهمني اني يتكلم اصلا الرقاص كاع ما خاصهم يبغيو يطلعوا الجيم لا هو الا طلع مزيان الا طلع مزيان كنربحو بزاف د الحوايج ولكن هاد النوع ما تيبغيش يطلع تيقول لك انا مالك شكون انت تطلع نهضر معاك هما فيهم تعجبوا الملك الرقاه ولا ما اي كيقولوها قالوها واحد المره قالوها لواحد النعيم ربيع قال ليها قال ليها كتشوفي في المنام لا كنشوفو في المنام في يوتيوب اللي جلس حدايا قال ليها انا عنده حالات قويه ما شاء الله انا من انا مالك وما يرقيني من تكلم الا مع ملك الرقاه جيبوا ملك الرقاه فقال لي قال لي سيدي انا ملك الرقاه قالها نعيم ربي فانت ما مشيت عليها انه ملك الرقاه ويستحقها يستحقها المقصود من هذا الكلام انه هما غير هذاك الشيء اللي قلت لي التكي ما كتعجبنيش وما كانت هذا كتجيك في شكل لانه هو ما غيبغيهاش تمدي عافاك راه التمدديه اختي كاينه التمددات عندي انا ما كاينش الا انا كنقولها الان الا بغى يبرك بركه الملوك حتى يصعد يتكلم معنا وديك الساعه مرحبا يبرك بركه الملوك ديروا تحلى بركه الملوك ايوا داك الخضر تا هو راه عنده قصه كانت وقعت لي انا مع واحد السيده كانت عندها بنتي وما كتبغيش اللون الاخضر وانا يا كانت عطاتني بنت عمتي مع فيهم ضحكوا هكا كانت عطاتني باي باي خضراء وقالت لي عفاك نجمش تطبع لينا هنايا
مريضه وهي مريضه مسكينه عرفتي وانا كنشطب قدامها انا ما عارفاش وهي كتغوت وبدات بحال الاسرار ديالي انا كتقول بدات كتنطق كتبدا كتخرج صافي ملي هكا وحده من بنات عمتي الله يرحمها مسكينه ما كانش كيعجبها حتى قالت لي جوج وحده ديال هذيك باي باي راه غادي تبقى اليوم تهضر وراه تقدر تقول كاع داكشي ديالك كاع داكشي فيك حقاش غتخربق كلشي جيبي حقاش داكشي هذاك اللون الاخضر ما كتحملوش الا بقاو يصلاو قدامها باش كيضحكوا كيجيبوا لها حيدي عفاك حيدي لها داك المستمتم حيدي عفاك التليفون ديالك جهز التليفون بعد ما تكون هيك طايق زيف نجيب لها زيف اخر ما ديريش رجل لرجل حنا عليه تنهضر لا راه غديرها غير نوض حيدها دارت رجل عليه دارتها تغطي وجهها لا لا دير غير على عينيها قبل الشعه وصافي الويش غير على عينيك لا 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 خاصني نشوف اسفل القدمين ديروا عفاكم الطياره في التليفون وحيدوا الاصوات حيدي التليفون تكاي قال كاري شدي عطيها عفاك شوفي خلي جيك ريال كيفاش كيدير هادشي انت دسي عاوتاني شي حاجه شي حاجه بقى نقبل هذا كل شيء انا راه عرفت ماشي مقصوده شي مقصوده منك مقصوده من غير يلا سميت صافي واش وصلتيها لا يدو ماشي شوفي غدير هذيك الحليب في كيك جمعي النفس مزيان جمعي النفس اللي فيك مزيان في صدرك والبطن ديالك قولي بسم الله ولو اخره وخرجي النفس من فمك لا قوليها عاد خرجي النفس جمعي النفس قوليها خرجي النفس عاد يلا ديري هذيك الحليب عدة مرات يلا سمعي عليا حطي يد اليسرى على البطن ديالك وصفي صوتك شويه باش نسمعك محمد غتسكتنا ولا لا
الآن بنفس الطريقة تقولي إن كيد الشيطان كان ضعيفا. نعم كملي. الضحك نحن من راقهم الضحك الآن بعدما تقطعت بكم السبل. الضحك وبعد أن حاولتم أن تتقوموا. الضحك بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبي الله صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد دلت الأعراض كاملة في اليقظة والمنام على أن الذي تولى الجسد وظلمه عاشق ملك والقدم اليسرى تتحرك. التبرزيت بدأ مع شيء من الضحك تارة يضحكه أو هي الثعبان أو الحية ودائما الحركات في القدم اليسرى تحديدا ماشي حتى اليمنى وماشي رغبة في وضع القدم على الأخرى لا لأنها كانت كتوضع اليمين اليمنى على اليسرى التي تتحرك من قبيل شنو هي اليسرى. لو كانت اليمنى نقولوا راه حتى كتبغي دير رجل على رجل وكتفكر وكتردها لكن هي اليسرى التي تتحرك شوية من الأطراف وشوية من جهة الركبة واليد اليسرى شوية القوة اسمعها وعقلها يا ثعبان وهي ترددها الآن بلسانها وتسمعها لك عيانا بيانا جهارا نهارا. شنو هي
إن كيد الشيطان كان ضعيفا. 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 كان ضعيفا. كان ضعيفا. وقد بين الله ضعفكم يا أتباع الشياطين. دابا هو ملي كنقولوا إن كيد الشيطان كان ضعيفا لست أنت المقصود، لأنك تعلم أنك لست بشيطان. أنا كنتكلم الآن بنيفو واحد آخر، ما كنتكلمش بابوبي، أنه الشيطان هو كل ما شط وشاطط، شطت الدار وبئر شطون أي ابتعدت. لقد قلنا إذا انشطط أي قولا بعيدا عن الحق، والشيطان كل مرجوم مبعد. لا لا لا، ما تنقصدش هذا المعنى. لما تنقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا، أي الشيطان الذي تحلم أن تصل إليه، ترجو أن تكون مثله، ترجو أن تصير شيطانا، لأن الشيطان هو هذاك الماسوني اللي كيعطيه القوة باش يرفعوا ليه العلامة الماسونية، هذاك هو الشيطان. أما هذا الذي داخل البدن هو جيني، ليس بشيطان. فملي كنقولوا إن كيد الشيطان كان ضعيف، راه تنقصدوا الشيطان الأكبر، فما بالك باللي قل منه واللي عاد باغي يكون بحاله. نعم جدو الكبير، صحيح. نعم اليد اليسرى فوق البطن. نعم فاسمعها واعقلها، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقد بين الله ضعفكم حين حاولتم أول مرة كنت سآتي فيها أن تتقووا بعلامات الماسونية. لاحظت اليد اليسرى كيف تجمع بقوة، ما رضيش، ما عاجبوش الحال، والقدم اليسرى كذلك تتحرك، اليد يكظم غيظه، يكظم غيظه، يكظم غيظه، ناري فرشتيني، هكذا يقول في نفسه، ناري فرشتيني، شحال وانا مخبي. وحاولت نتقوى بالعين، العين الإبليسية الماسونية، والحاجب والثعبان والحية، لكن حاولنا نديرو معاك مروان القوالب، ولكن ما مشاتش معنا. قلنا إلا كتبناها في ورقة غيعيق ويقطعها، وإلا رفعناها في الرقية غي عرفنا كاينين. هذه واحد ما خصوش عرفنا كاينين، خصو يدير ما كيديرو كاع الرقى، تيقرا 10 دقائق ويقول لها ما عندها والو مسكينة، كتشوه فيها هي العين، عطيوها تقرا سورة ياسين وسورة الملك صافي وغيمشي في حالو وما كاين حتى شي حاجة. حاولتو لما عرفتو القضية شوية قوس حق، قلتو أجي نعطيوها لها بالحنة باش لما يجي السي مروان يلقى الحنة في اليد ويلقى علامات الماسونية ويقول ويلي مشكلة هذه، كي غنديرو دابا تنحيدو علامات الماسونية اللي كيتقوموا بها ضحكوا عليا. لكن هيهات هيهات
تتلعبوا مع الرقم الخطأ، تتلعبوا مع الرقم الخطأ. ما كان عليكم أن تسلكوا هذا السبيل، ما كان عليكم أن تسلكوا هذا السبيل، ومع ذلك تمسحات الحنة وما يجيش، يعني ضربتو تماله هكاك وصافي. في سبيل الله، داك السيدة اللي نقشات مسكينة دات واحد 15 درهم ولا معرفتش شحال في سبيل الله. ثم حاولتم جاهدين أن تتقووا بدمها. وقالها لهم، قال لكم راه قبل ما غيجي مروان ستحيض في غير فطرتها، وذاك الذي كان أحد الماضي، صح؟ ذاك الذي كان أحد الماضي بغاو يتقووا بالدم، دم الزهرية أعتقد يا زهرية، ولكن بقى في الدم. شوف دابا اليدين بجوج، أرادوا أن يتقووا بالدماء، لكن هي الآن حائض؟ لا لا الخلة. طيب ألا أنبئك كالضحى؟ دابا هي وما تعطيوها الضحك. ألا أنبئكم بخير من ذلك؟ الضحك 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 الضحك، هذه ما تكون مولات الكارو اللي تضحك بها. حتى مولات الشقوفة بدات تبدل، بدات كتكحل شتي مولات الشقوفة. إيوا عمركم شتو رقية فيها الضحك هو هذا. هادي خدمتي أنا، شوية راقي وشوية ميستر بين. كيفاش ما كاين؟ ميستر بين مخلوف، عرفتي علاش ندير هكا؟ لأن هما تيبغيو يضحكو علينا، لأن هما تيبغيو يضحكو علينا، هاد القوالب هما تيبغيو يضحكو علينا. فكنجي أو بجوج كلمات تنحاول نوريهم شنو معناتها الضحك، بلي الضحك فيه وفيه، والضحك مستويات، الضحك مستويات. ألا أنبئكم بخير من ذلك معشر الماسون، معشر الحيات والثعابين، ألا أنبئك بخير من ذلك أيها العاشق والملك، أن تتقي الله ربك وتنتهي عما أنت فاعله. فقد فضح الأمر وعلم لدى الجميع أن الفتاة مصابة، وحتى هي عرفت. وأما تلك الوساوس فهي من الشيطان، من الشياطين خارج البدن. تمهيدا، شياطين خارج البدن هما اللي كيديروا داك الوساوس ديال الصلاه. علاش؟ هذه من افعال الشياطين اللي كيكونوا الماسونين خارج البدن دايرين، هما اللي كيديروا هادشي. علاش؟ باش يجي واحد النهار اللي تعيا من الصلاه، تعيا من الوضوء وتطلق كلشي. علاش باغيين يوصلوه؟ لان غيجي واحد يقول لك وراه ما يمكنش، وكيفاش الشيطان غادي يوسوس في الوضوء؟ راه غتبقى تعاود الوضوء، ياك الوضوء مزيان. حنا عندنا حالات اللي ما يقدروش يتوضاو، ما يقدروش يعوموا، الا اذا حاضت وطهرت من حيضها ما خصهاش تعوم، ما تقدرش، وهي كدير الطرفان سنين، لكن ما تعومش ما تغتسلش. علاش؟ سيحة النجاسة، الخادم نجس قادر، ما خصوش الوضوء، ما خصوش الاغتسال. وهذه سيمة في كل الجن الظالمين والشياطين. علاش هاد الجسد غادي نلقاو جن اللي هو ما مزيانش او طاهر؟ هذا اللي كيبقى يتوضا ويعاود الوضوء ساعتين ما كيتاثرش، لا، لانه هما باغيين حاجه اخرى. لان هي اصلا هذاك تعاود الوضوء تعاود الوضوء تعاود الوضوء تعاود الوضوء، راه خالفت السنه اصلا، خالفت الشرع. لم تاتي بشرع يؤثر عليهم، بل جاءت بابتداع يحبونه، وانما الوسواس من الشيطان. فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم
الشيطان وسوس قال يا آدم. الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فإذا أرجع فأقول الشياطين حول البدن هما اللي تيديروا هاد الشيء ماشي أنا ديال الوسواس باش تعيا واحد النهار صافي وتحبس أنا بالي لحالتي وتترك الصلاة وتترك الوضوء. قالتها قالتها إيوا صافي ويعطونها الرغبة في الضحك. قالتها قالت واحد النهار أنا شغل ندير كاع هاد الشيء كامل عيد إيش مش باغي نوصلو استمري راه هادشي اللي بغاو يوصلوه هما هادشي اللي باغيين يوصلوه هما. طيب كملي عافاك ان كيد الشيطان كان ضعيفا. انا بقيت يتمدندن بقي كاع ما بدينا بقيت مدندن اتمي جزاك الله خيرا. يلا وما يكمل نعم نعم أتمي أتمي لأن هذه الكلمة هذه الآية في سورة المائدة تغيظ المسؤولين إن كيد الشيطان كان ضعيف لأنهم يعبدون الأبالسة والشياطين. لما تقول لهم إن كيد الشيطان ما يبغيوش تقول لهم ربك ضعيف لأنه يعني هما ربهم إبليس فيما يعتقدون. وإلى الله هو رب كل شيء كل شيء. تقول لهم ربكم ضعيف هذه كلمة تغيظهم إن كيد الشيطان كان ضعيفا يتكبش تشتغل مزيان إن كيد الشيطان كان ضعيفا 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 كان ضعيفا كان ضعيفا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تمنى على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.
تذهب به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذبا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى يا هذا غلام وأسره بضاعة فالله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهب بها لولا برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء
إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن عظيم. يوسف أعرض عنها واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت كل واحدة منهن سكينا وقال تخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لبتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصت ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه
نبئ ذا بتاويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتاويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير لله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة لنا أنبئكم بتاويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون
قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمت لهم إلا قليلا مما تحصلون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به وقال الملك ائتوني به يتبسم يضحك كانت ناسا كنت ناسا جويني ما تحليش عينك خلي عينك مسدوده كنت ناسا ما كنتيش ناسا وعلاش جيتي كتضحكي دابا جاتك الضحك راه وليتي هنا الضحك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الملك ائتوني به واش ما تقدريش تكبلي في كيف كنتيني تكي عرفتي راه ترد عندي حلقي ومخلوق وصابر ها صبري معايا وصافي الله يرضي عليك لا ما ديريش الرجل عافاك بعدي ومن الحيط شوفي راه فايت وحيد في يدك بجوج عافاك بغيت تفيد في يدك بجوج وريها عفاك ايوب كيفاش في يدك بجوج اترددي بسم الله يحرق كل ملك عاشق بسم الله يحرق الملك العاشق جمعي نفس كيف كنتي كدير قبيله خلي رفعي التوحيد رفع في يدي بجوج ايوا جمعي نفس بسم الله يحرق الملك العاشق وخرجي من فمك اقيمي التوحيد جيدا عافا بحالك وكفي يدك بجوج هاك يلا بسم الله يحرق الملك العاشق بسم الله القايد ديك اللي صرات غير عيات مسكينه بوحدها بسم الله يحرق الملك العاشق مستقر في الشمال هو بسم الله يحرق الملك العاشق عاوتاني تطيح لي صح تغي تطيح على السيليان بسم الله يحرق الملك العاشق بسم الله يحرق الملك العاشق بسم الله يحرق الملك العاشق بسم الله
بسم الله يحرق الملك العاشق والساحر. الساحر. بسم الله يحرق الملك العاشق والساحر. الساحر وصف له. بسم الله يحرق الملك. شوف يد اليسرى ما تابتاش لاحظتوا؟ الساحر ماشي هو الساحر. بسم الله يحرق الملك العاشق الساحر. شفتي الضحك غير طبيعي. لا واليد اليسرى ما راسياش. الملك العاشق الساحر توا. بسم الله يحرق الملك الساحر العاشق. يلا سير الضحك الضحك. دابا تسولها ما المضحك ما عندهاش حاجه مقنعه على صدها. ها كي جوا لي كريس دغير هو هو المسخوت اللي تيدير هكاك هو دوك رباع اللي ايمان لا ايمان لا لا يخليها يلا بسم الله يحرق الملك العاشق الساحر. بسم الله يحرق الملك العاشق الساحر. اه نعم حصل فعلا حصل حصلت الكلاب اللي كيبغي يفاجئ على راسه صح العاشق. يلا يلا الساحر العاشق. اه نعم هذاك اللي تيوكلك بالليل هو هذاك. نعم نعم بسم الله يحرق الملك الساحر العاشق. أيوة بسم الله يحرق الملك الساحر العاشق. شوفوا رجل يسرى رجل يسرى راح لو عارفين كم برزت غير يطلع طلع هو بدي يضحك عاوزها. بسم الله الملك الساحر العاشق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الملك ائتوني به 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 جيبوا لي هاد البلاصه ما تخبيهاش تما يدي على باب الماسونيه ورا الحيط. الملك ائتوني به الملك ائتوني به الملك ائتوني به اختي حاولي تصبري عفرا العام خير دابا ما خصنيش نقدر نوقف رفعي التوحيد جيدا صبري كل اللي بقاها زوم ساعتين وما تيعياش يا صبري هاتي شوفي خليها تقدر راسها ها صافي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قل اللهم مالك الملك مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور.
ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إنما تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير بسم الله الرحمن الرحيم سورة نزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا 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 الزانية والزاني فاجلدوا 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 بسم الله يجلد كل عاشق زان بسم الله يجلد كل عاشق زان سكن الشمال بسم الله يجلد كل عاشق زان سكن الشمال 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 بسم الله يجلد كل زان عاشق سكن الشمال بسم الله يجلد كل عاشق زان بسم الله يجلد كل عاشق زان بسم الله الرحمن الرحيم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه
حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من يواجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله يواجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم بشيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا بعد أصابع التوحيد راه كيدير ليا هرب شتي العرب القوال ديالهم قديم هذيك القوال يضحك عاوتاني دابا هو راه كيعطيها فكره ديال ان حنا اللي كنخربقوا وبعد حتى شي حاجه وكنتوهموا وعايشين في الوهم هذه الفكره اللي كيعطيها دابا صح لا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون بسم الله الرحمن الرحيم سورة نزلنا وفرضنا وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون
الزانية والزاني فجلدوا بسم الله يجلد كل عاشق زان يجلد بسم الله كل عاشق زان بسم الله يجلد كل عاشق زان سكن في الشمال استقر في الشمال عاشق 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 زاد عاشق عاشق ملك زاد عاشق عاشق ملك زاد عاشق عاشق سكن الشمال سكن الشمال سكن الشمال سكن الشمال عاشق زاد عاشق زاد ملك 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 عاشق زاد ملك 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 عاشق زاد ملك 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 عاشق زان ملك 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 عاشق زان ملك 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 عاشق زان طيار 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 عاشق عاشق ملك 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 زان طيار سكن الشمال 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 سكن اليمين سكن اليمين سكن الشمال سكن الشمال سكن في العورات زان 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 عاشق ملك زان 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 عاشق ملك زان 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 عاشق ملك زان 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 عاشق ملك زان 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 عاشق ملك طيار 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 بسم الله يوجد كل عاشق زان الملك الطيار بسم الله يوجد الملك العاشق الطيار 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 بسم الله يوجد جلدة 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 عاشق 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 ملك طيار يوجد بسم الله عاشق 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 ملك طيار يجلد بسم الله عاشق 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 ملك طيار يجلد بسم الله عاشق طيار ثعبان 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 طيار ملك عاشق ثعبان 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 طيار ملك عاشق ثعبان 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 طيار ملك عاشق 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 سكن الشمال سكن الشمال سكن الشمال سكن الشمال ثعبان 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 ملك عاشق مأسوري ثعبان 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 ملك عاشق مأسوري ثعبان 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 ملك عاشق مأسوري ثعبان 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 ملك عاشق مأسوري
الكون سكن الشبال. حي حي عاشقة 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 عاشقة بركة 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 عاشقة بركة. حي حي خضراء 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 حي حي عاشقة 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 ملكة حي حي ملكة عاشقة حي حي ملكة عاشقة حي حي ملكة عاشقة حي حي ملكة عاشقة حي حي ملكة عاشقة. تجلد تجلد بسم الله 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 تجلد تجلد بسم الله. الله أكبر ولا إله إلا الله نجعلها على كل ثعبان وحية الماسونين. الله أكبر ولا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله نحرق بها كل ماسوني. لا إله إلا الله تحرق 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 كل ماسوني. تقوى بالعين 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 تقوى بالعين. ملك 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 بالدم والذبح 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 ملك 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 ثعبان بالدم والذبح 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 ملك ملك ثعبان بالدم والذبح. حي 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 خضراء ماسونية. حي 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 خضراء ماسونية. حي 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 خضراء ماسونية. حي حي خضراء ماسونية. عابدا للشياطين عابدا للشياطين عابدا للشياطين عابدا للشياطين عابدا للشياطين عابد وعابد للشياطين. ثعبان 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 وحية ثعبان 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 وحية ثعبان 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 وحي في البدن وحوله ثعبان 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 وحي في البدن وحوله ثعبان 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 وحي في البدن وحوله ثعبان 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 في البدن وحوله. يحرقون بسم الله. لا إله إلا الله تحرق كل ثعبان وحية. 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 لا إله إلا الله تحرق كل ثعبان وسوري. لا إله إلا الله تحرق كل حية المسؤولية. لا إله إلا الله تحرق كل ثعبان وحية. لا إله إلا الله تحرق كل ثعبان وحية. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله تحرق كل ثعبان ذي وسواس تحرق كل ثعبان ذي وسواس تحرق كل ثعبان ذي وسواس. ثعبان 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 من سحر النجاسات. 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 بسم الله يجلد كل عاشق يجلد يجلد كل عاشق يجلد يجلد كل عاشق. توارى سنين في البدن سنين توارى
سنين في البدن سنين توارى سنين في البدن سنين توارى سنين في البدن سنين توارى سنين في البدن سنين توارى سنين في البدن سنين توارى سنين في البدن سنين توارى سنين في البدن سنين توارى سنين في البدن سنين توارى سنين في البدن سنين أحبها عاشقها 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 تملكها 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 أحبها عاشقها تحبها عاشقها أحبها عاشقها يجلد يجلد بسم الله 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 عاشق 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 على الزهرية والدم عاشق 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 على الزهرية والدم عاشق 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 على الزهرية والدم عاشق عاشق مسحري ورشوش 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 على اعتاب البيت ورشوش 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 على اعتاب البيت ورشوش 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 على الارض ورشوش 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 عاشق ساحر عاشق ساحر عاشق ساحر عاشق ساحر عاشق ساحر أراد معها الإنجاب أراد بها الولد أراد معها الولد أراد الولد أراد البيت 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 يا أباه يا يا أباه يا نسي 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 تفضل كعك حريرتك نسي عاشق 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 توارى سنين سكن سنين توارى سنين سكن سنين توارى سنين سكن سنين توارى سنين سكن سنين جلاه الله جلاه الله جلاه الله جلاه الله يا عاشق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة نزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا الزانية والزاني فاجلدوا ها؟ انت ناسي بارك عليك حريرتك ناسي انت الأصل ما كاش خاصك تقولي باقي ما ساليت الزانية والزاني فاجلدوا 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 بسم الله يجلد كل عاشق زان يجلد يجلد كل عاشق زان صرعت يجلد يجلد كل عاشق زان يجلد 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 كل عاشق زان 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 فاسق زان 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 عاشق لا 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 مش تسلك الشهر لا 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 حابب لا 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 خبيث خبيث أنا بشوي 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 خبيث دعس على كرشها
خبيث 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 نعس على كل شيء وهي حامل في الشهر السادس ربما السادس خبيث هي صرعت هي صافي مصروعة الأخت مصروعة بالكامل مرفوعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فجلدوا خبيث هذا خبيث بغينا عسى على كرشة حول ولا قوة فيقها 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 نجوى 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 مطرش أيوه مطرش دابا كنسمعك كنسمعك كتسمعي صافي غير بشوي عليك غير بشوي عليك غير بشوي عليك غير بشوي حاولوا تجلسوها نجوى طلق منها خطيرة لا خبيث خبيث على صباح الخير انت نعسين عسى خبيث نعسى لك عشان باش نحبس الرقية ايه بشوية عليك تفيق يا نجوى كان خصها تجلس صراحة شتي نعسين انت بديتي كتشخري جلسي لا صحيح اخي ابن علي حل عيني صافي خليها مرخيه هي غير حريم مع بنت نسلك هي ما خصهاش تعصب الان خصها تبقى مرخيه دير لها شي مسد تحت راسها لا هتجلسها نجوى؟ ما تحلوش لك يدك كنتي مربعة وبغيتي تحلي وبغيتي تحلو وقفة درتي ديال ميسيو بروف انتي منين بدينا تلفل لينا بحال جبتي شي حاجه شوفي وكان كنحس بالحراره الحراره في الصدر ديالك مزيان شوف شلي رجليها كترعد رجليها تترعد فاش كنت عطيها كتشم الريحه كندير لها دير هذيك الحركه شتي كاع ما ضيتي لبنتي هي رضات لك البنتي كتشم الريحه وديرها هكا دير حركه الماسونيه ما حصلتيش بتنمل نهائيا في اطرافك في يديك في رجليك تنمل تنمل في الرجل اليسرى ايوا راه تنمل دلاله المس يا اختي والله العظيم
ايوا شتي وهادشي كلشي كتقول لي بحال حسيت بوالو. هادي من هنا وهذا شتي صافي عقلتي بالضبط فين حسيتي بتنمل بالضبط من ايات من كلمات كنت كنردد صرات يوسف وصرات يوسف شتي ملي بقيت كنقول الملكوتوني باش كنتي كتحسي الملكوتوني به الملكوتوني بك العود فيها فاش قلتي ديك الحيه هي تخلعت فيك جاتني خلعه وصافي الخلع لا ما كنديرش على الخلعه كنهضر على التجول ديال الجسد ديالك فاش بديت كنقول الملك عاشق زهر الملك جاتني خلعه والجسد ديالك ما كنتيش كتحسي بشي حاجه من غير التنمل وراه يديك كانت كتلعب يدك ديال اليد اليسرى هذه اليسرى شويه عمتي ليا ديك السيزات قالت لك اليد اليمنى المهم تاثرتي راه ماشي قرينا غير هكاك ما تغطيش راه تاثرتي يا امي اختك توزعات كاع سبحان الله شتي علاش كان خاصها دير لك قبل الحمل هذا خطأ طيب خير ان شاء الله خصني نمشي طواليت برافو جبتي هاد النوطه هي هادي طواليت طواليت وشفتي الطواليت ايما ايتوا ايتوا ايه ما كاينش ماما كاين نجوى انا هي امي يا امي شلا خويا كاع عيط امي ابي شلا خويا عيط لهم خواتاتو باسم ياتهم ايوب راه عيط لي غير ايوب يوبي قول لي يوبي يوبي قناتك برنامج غتبعيه ولا ما لا ولكن الماء بارد نفس الماء بارد عطيتك لا ماشي الماء بارد لا الماء بارد هذاك الغسل كله هو ما كاينش الغسل ما كاينش علاج نكونوا واضحين ما علاش ما تقدريش تخسري البروشينغ لا وشنو علاش البروشينغ وشنو وهذا هو ما كنديروش كذب يا ما كنديروش انا قلت لهم ما كنديرش انا قاعد في الروشينغ زعما ماشي يوميا زعما ماشي يوميا مانيش مشكل زعما نو دائما نجيت لك الزيت المرقي هل يدهن على العوره ما كاينش مشكل فين كاين المشكل عادي طواليط هذا حاجه طواليط شوف شيخه الابتسال مضر الرقيه ضروري في العلاج كل واحد مره في السيمانه اي مره في السيمانه انت ما غاديش تعالجي انت نكون معاك واضح الا بقيتي بحال هكا بقيتي تحكي على راسك يوميا نجي لا ما كاينش صعيبه سمحي لي بالله عليك انا نقول لك واحد الحاجه ماشي غنتفايل عليك ولكن فرضا لو كنتي انت انسان دابا اللي هو جالس كيصفي الدم كيدير الدياليز في شي كيمشي كيدير الدياليز ولا لا ربعه السوايع وما يديه للبرا وجالس وما ياكلش هادي وما ياكلش هادي بزمنه حياه او موت كنجيو حنا حتى عند عالم الجن وكنبداو لا لا ديما نقدش عليها سمحي لي اي حاجه غتقد عليها لو بغيتي اي حاجه غتقد عليها اغتسال مضر القراءة القرآن يوميا اغتسال مضر الرقية يوميا تخفيفا على الناس ما بقيتش كنعطيهم الزيت الدهان بالزيت قليل الحالات اللي وليت كنعطي الدهان بالزيت ما كاين يتبلو الكوغ ديالهم لا ما كيبغيوش راه زيت صحاب لك غديري لي كوبو غير راك ديري زيت راه زيت كيبقى معلك وفيه الريحه ما الناس ما كيبغيوش الزيت صباح الخير صباح الخير صباح الخير خاصك اختي تجاهدي فعلى قلي صحتك ما راه ما خاسر والو فهمتي راه انت اللي ضايع تبعتي انت اللي رابحه ما تبعتيش انت اللي ضايع تان نمشي للدار دابا حيت خصني نقضي شي حوايج ونمشي للدار في العشيه وغنصيفطك البرنامج مع ايوب صباح الخير بسلامتك كنتي حاسه شنو واقع كنتي حاسه بشنو واقع كنتي كتسمعي فاش بديتي كتغوتي ما ماشي انت ماشي الخاطر اش كنتي كتبكي وكتقولي بعدو مني تقولي بعد مني انت اه على ايوب ف
فاش درتي غتنعسي على كرشك ما حسيتيش؟ صراحه الجيسوي ما عقلاش عليه. ما عقلاش عليه. عطيها تشرب. بارك الله فيك، بارك الله فيك.